يقال انه الفن رساله والفنانين هن سفراء لهي الرساله اللي بتحمل كثير من المعاني من القيم من المشاعر من الافكار الغريبه والمميزه. اليوم نور ضيفنا فنان تشكيلي عم يجسد جمال دمشق القديمه من خلال لوحاته. اكيد اليوم رح نحكي مع الفنان التشكيلي عمر المدني عن اهميه فعليا تجسيد هيدا الفن التشكيلي من خلال معالم دمشق القديمه، وبنعرف كثير فنانين فعليا بيركزوا على هي النقطه لاهميه وجماليه محافظة دمشق والمناطق القديمة فيها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا بالبداية نعرف عن تحضيرك لمعرض لوحات دمشقية يلي بتجسد من خلاله دمشق القديمة. صحيح، والله أنا من فترة طويلة يعني مهتم برسم معالم دمشق ومعالم الأثرية بدمشق ومعالم الأثرية بكل المحافظات السورية. مثلا بالبداية الواحد لما يتعلم الرسم بيحاول يرسم كل شيء موجود حواليه، بيرسم أشخاص، بيرسم حارات بيوت، بيرسم طبيعة أجنبية، بيرسم طبيعة مثلا بأستراليا بأوروبا بكذا. فبالأخير الواحد بده ياخذ هويته بالرسم. فأنا بشوف أنا لما أرسم مثلا الريف الأوروبي أو أرسم الريف الأسترالي أو أرسم الريف الأمريكي بكون ما عم أقدم شيء هيك بشعر، يعني ممكن أنا عملت لوحة بس بحس إنه أنا كأني ما عملت شيء أبدا. أما لما أرسم الريف السوري، لما أرسم الضيعة السورية، القرية السورية، يعني نحن بنعرف نحن بسوريا ما في ضيعة بسوريا ولا قرية ولا شارع إلا في شيء أثري قديم. صحيح. إلا في شيء يخص المنطقة، ولو صحيح. حتى بناء ولو حتى جسر ولو أي ضيعة أي قرية أي شيء بسوريا فيها شيء له هيك ميزة خاصة عمرها مئات احتمال وآلاف السنين. فأنا عم ركز على هذا الموضوع بالذات لأنه لما أرسم بلدي بحس حالي أني أنجزت أني عملت شيء. وبالتأكيد أنه أنا مثلا لما أرسم شيء له علاقة ببلدي بعطي كمان من روحي، ما برسم الشيء كما هو مثل كاميرا التصوير، يعني كمان بضيف عليه أنا أشياء اللي أنا ممكن بشوف أنه هيك بتكون ممكن تكون أجمل، أو ممكن هذا المكان قديما كان بهذا الجمال أو أكثر. فأنا بحاول بكل اللوحات اللي برسمها عن إن كان دمشقيات وإن كان الأثار الموجودة بالمحافظات السورية بحاول أظهرها بأجمل صورة، حتى تكون بالإضافة أنه هي توثيقية، بالإضافة أنه هي نقل الأشياء اللي موجودة ببلدي واللي أنا بحبها واللي أنا بفرح لما أنجزها، بضيف إلها أنه هي بصمة باسمي، بصمة بتحمل ولنفرض اللوحة عاشت 100 سنة، عاشت 50 سنة، عاشت على سبيل المثال بتضل حاملة بصمة أنه بتاريخ الكذا التاريخ الفلاني الرسم المكان هذا بهذا الشكل وبهذا المنظر. عم نشوف مقتطفات من لوحاتك فعليا، وشفنا كمان عبر الجداريات، يعني قديش فعليا هيدا الشيء بينعكس على روحك وعلى لوحاتك قديش سعيد بتنفيذهم. خلينا نحكي معك استاذ عمر عن برنامجك بقناه السوريه ارسم معنا، خلينا نحكي عن الفكره وفكره البرنامج. وجميل انه يكون في حصه، يعني دائما حصه الرسم كانت بمدارسنا مظلومه، يا ماني تنعطى لها الحصه الاكبر او الاهتمام الاكبر. لما نشوف برنامج خاص وخصوصا في يعني مشاركه لتعليم الاطفال، حلو، يعني اي حدا حابب فعليا، لانه الرسم هو فن يجب الاهتمام فيه بشكل اكبر. هلا هي فكرة البرنامج هي موجودة من زمان، بس كيف بدي أنا أجمع فكرة ما تكون مقلدة للبرنامج، صحيح، ما تكون مقلدة لأي برنامج مشابه. يعني مثلا في عنا على اليوتيوب، على الفيسبوك، على البرامج آلاف برامج تعليم الرسم ومختلف الأشكال وبأحدث أنواع الآلات والكاميرات والأسلوب التقديم والأشياء من هالنوع. فأنا بدي أقدم شيء ما له موجود، يعني مثل مثلا أقدم فكرة ما حدا طرقها قبل هلا ولا حدا اشتغلها قبل هلا حتى تكون فيها شيء جديد على الشاشة السورية. فكانت الفكرة أنه أنا أخذ مجموعة من الأطفال ونزور أي موقع أثري بسوريا، إن كان بدمشق، إن كان بالمحافظات السورية، ونقعد أنا وهالأطفال اشرح لهم هالمكان هذا قيمته، إمتى انبنى، شو اسم هالمكان، قديش عمره، مين مثلا
الاشخاص اللي بنوه كيف يعني معلومات بسيطه يقدر الطفل يعني يضل ذاكره عنده، يعني ما بقدر انا اعطيه درس تاريخ كامل بالمكان الا هيك معلومات بسيطه، وبالاضافه انه هالطفل هذا بيرسم هالمكان هذا بشكل مباشر. يعني انت هون طلعت من الاستديو، طلعت من طريقه التعليم التقليديه او رسم على اللوح او رسم على الاشياء هي، فانت رسمت بشكل تفاعلي اكثر بشكل صحيح بشكل مباشر المكان هذا رسمته بشكل مباشر. طيب. هي الحلقه بتكون عند الطفل ذكرى انه يوم من الايام الطفل زار هذا المكان ورسمه، عم يمر مثلا هو واهله، عم يمر هو ورفقاته، عم يمر كبر الطفل صار شاب، بيقول له نحن يوم من الايام جينا لهالمكان هذا وصورنا هي الحلقه، وهي الحلقه لسه موجوده معي وهي ارشيف لهالطفل هذا بيوم من الايام انه رسم هذا المكان وتثقف بهذا المكان. واكيد الاشياء اللي حتنذكر بالحلقه اللي هي خاصه بهالطفل ما حينساها بحياته، لانه هي حتكون ان شاء الله يعني من الذكرى الجميله طبعا. عنده انه زار هذا المكان. والاضافه للفكره انه بكل حلقه بنجدد الضيوف، يعني اليوم عندنا مثلا 5 اطفال، الحلقه الجايه في عندنا 5 اكثر، في عندنا 5 من مكان ثاني من كل المحافظات السوريه، وممكن حتى يكون شريك معنا اي طفل ممكن بيرسم بس هو عاجز انه يجي على البرنامج، عاجز انه يجي لعنا مثلا او يطلع معنا، نحن ممكن نحن نروح لعند الطفل على بيته ونرسم نحن وياه. يعني بدنا نحاول نضيف للماده العلميه والماده الثقافيه والماده الترفيهيه للبرنامج، نضيف ماده انسانيه للطفل اللي ممكن موهوب بالرسم بيحب الرسم وما بيقدر يجي على البرنامج. واذا كان في طريقه انه الطفل الموهوب عنده مثلا بيشكي من حالات خاصه ممكن يشارك معنا بالبرنامج. جميل. يعني ممكن كثير بيسرنا هذا الكلام، واي طفل اي طفل من سوريا هو بكل سهوله انه يكون ضيفنا بالبرنامج. تمام. نصائح اخيره من حضرتك لليوم لكل حدا حابب انه يدخل بمجال الفن التشكيلي. يرسم اي كل شيء بالبدايه، يرسم بكل مراحل الرسم، يعني مثلا رسم الوجوه، رسم الحيوانات، رسم الطبيعه، رسم الطبيعه الصامته، رسم يرسم كل شيء بالبدايه حتى يصير عنده خزينة بذاكرته، انه مثلا الشجرة لازم يكون شكلها من تحت عتم، من فوق ضاوي، من هون من على الشمس مثلا جاي من على اليمين لازم يكون لون الشجرة من هذا الجنب شكل، من هذا الجنب شكل. فلما يرسم كل شيء بصير عنده مخزون، كل شيء بصير عنده يوم من الايام بشوف لوحة بيعرف الغلط، بيعرف انه اذا الشمس من هون كيف من هون مثلا معتم ما بصير، فبصير عنده خبرة على كثر الرسم وتكرار الرسم، بصير عنده خبرة بالمادة الضوئية منين جاي الضوء للوحة، منين كيف ممكن تكون لوحة مقنعة للي بده يشوف اللوحة. وقتنا خلص، كنا سعيدين بوجودك الفنان التشكيلي عمر المدني، شكرا لك، واكيد نتمنى لك التوفيق. شكرا كثير لك. شكرا لك، نورت صباحنا.